عن أنواع الكفر المخرج من الملة. الكفر المخرج من الملة أنواعه كثيرة، منها الشرك بالله عز وجل، دعاء غير الله، استغاثة بغير الله، وطلب كشف الضر من غير الله عز وجل. كل ما لا يقدر عليه إلا الله إنه لا يطلب إلا من الله عز وجل، شفاء المرض وجلب الأرزاق وحصول الأولاد وغير ذلك من الأمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وإنما يطلب من المخلوق الحي القادر ما يقدر عليه. أما سؤال الأموات ودعاء الأموات والغائبين والجن والشياطين هذا كله شرك أكبر يخرج من الملة. وكذلك من أنواع الكفر، من أنواع الكفر بالله عز وجل ادعاء علم الغيب. الكفر بالله عز وجل ادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة أو العرافة أو الخطوط في الأرض أو غير ذلك مما يعمله الكهان والمنجمون والسحرة، هذا من أنواع الكفر بالله عز وجل. وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله، إذا كان هذا صادرا عن أن يرى أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، أو يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، أو أنه متساوٍ مع الحكم بما أنزل الله، وأن الإنسان مخير، هذا كفر بالله عز وجل يخرج من الملة. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك من أنواع الكفر، من أنواع الكفر الاستهزاء بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالذي يستهزئ بما أنزل الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن هذا لا يصلح لهذا الزمان، وأن هذا الزمان الرقي والحضارة، وأن القرآن والسنة إنما كان في عهود مضت، هذا كفر بالله عز وجل. وكذلك من أنواع الكفر بالله عز وجل كما ذكرنا الذبح لغير الله والنذر لغير الله وجميع ما يتقرب به إلى الله إذا صرف لغيره فإنه يكون شركا وكفرا مخرجا من الملة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.